مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف المنتصف. اجتمع أعضاء الحكومة الفرنسية الجدد وعددهم 39 وزيرا ووزيرة ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية لرئيس ماكرون للمرة الأولى في هذا الصباح بقصر ماتينيون مقر إقامة الوزير الأول حول مأدبة فطور. وتخطو الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنيي خطواتها الأولى في ضوء تعرضها لانتقادات وتهديدات بحجب الثقة عنها بعد شهرين ونصف من الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تنتج أغلبية واضحة وساهمت في تأخير وضع الموازنة المالية للعام المقبل. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ليون مباشرة الأستاذ بيير لوي ريمون، أستاذ باحث وأكاديمي فرنسي وإعلامي متخصص في الشؤون الفرنسية والدولية. أهلا بكم سيد بيير لوي ريمون. إذن هل يتعلق الأمر ببداية قوية لهذه الحكومة بتشكيلتها؟ من السابق لعوانها أن نتحدث عن بداية قوية. على كل حال التشكيلة كانت تتطابق مع ما كان يبحث عنه الرئيس الفرنسي، وهو تأليف موسع، ولكن تأليف موسع يعكس ما نبذه قبله الرئيس ساركوزي الذي قام له مقام المستشار في الواقع، لأنه نصحه بأن يتجه جهة اليمين على أساس أن تحالف اليسار الذي من الصحيح أنه كان قد فاز بأغلبية نسبية في الانتخابات لم يعكس هذه الرغبة في مزيد من النظام وفي مسألة التركيز على موضوع الهجرة الذي تعبر عنه ربما أكثرية الرأي العام الفرنسي. فبالتالي نعم نستطيع نتحدث عن بداية قوية، مثلا لو نظرنا إلى التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الجديد برونو روتايو، وفي الوقت نفسه لابد لنا من انتظار ما سيثمر عنه خطاب السياسة العامة الذي سيلقيه رئيس الوزراء ميشيل بارنيي في الرابع من شهر أكتوبر القادم. سيد بيير لوي ريمون، على مستوى التوجهات لنقل الفكرية أو الإيديولوجية لتشكيلة الحكومة، هل تتوقع المزيد من الماكرونية في تدبير الاقتصاد؟ هل تتوقع المزيد من السياسات اليمينية المتشددة تجاه قضايا الهجرة مثلا وقضايا المجتمع؟ ذكرت عبارة مهمة جدا وهي عبارة التوجهات السياسية والإيديولوجية، وأعتقد بأن طبعا الرئيس الفرنسي سيسعى إلى رأب الصدى بين فئة من المجتمع ترى أن موضوع الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية أصبح من الملفات الأساسية المطروحة على الطاولة، وفي نفس الوقت من ينظر إلى الهجرة كعصب لتحريك الاقتصاد الفرنسي. وميشيل بارنيي حاول منذ البداية، إذا استمرينا في هذا المثال، أن يحاول الجمع بين ليس متناقضين وإنما وجهتين نظر، وهي أولا أن فرنسا ليست قادرة على استقبال المهاجرين بذات الطريقة التي كانت تستقبلهم فيما مضى، لكون العجز الاقتصادي والعجز المادي للبلد ماتن بين. وفي نهاية في نفس الوقت تحدث عن ضرورة قيادة هذا الملف بمزيد من الإنسانية. هذا من بين الملفات التي تقف على الصعد، ولكن في نفس الوقت هناك ملف أساسي آخر وهو الملف الاقتصادي المتعلق بنظام إصلاح التقاعد، الذي نعرف بأن شريحة واسعة جدا من الفرنسيين تطالب بإرجاع سن المغادرة إلى 62 عاما، وربما تحت أيضا بالنسبة لشريحة من اليسار. فبالتالي أعتقد بأن مجموعة من النقاشات بين الحكومة والنقابات وخاصة بين ميشيل بارنيي نفسه المعروف بقدرته ونفسه الطويل على التفاوض، فأعتقد بأن هذه أيضا نفس بارنيي الطويل على التفاوض وعلى التملك بالأعصاب، هذه ميزة يتميز بها كجبلي. أنت تعرف بأن منطقة السافوا هي منطقة توصف عندنا بفرنسا بمنطقة الشجاع الدؤوب، فسنرى يعني هناك عديد المعطيات التي تتداخل في المستقبل الحكومة الفرنسية الجديد. هل يتعلق الأمر من منظورك أستاذ بيير لوي ريمون
بمسألة انسجام الحكومة وتشكيلتها والكتل السياسية التي تسندها داخل البرلمان وانسجامها أيضا مع توجهات الرئيس، أم أن الإشكال الأكبر يتمثل أيضا في قدرتها على لنقل نيل ثقة البرلمان في الاستحقاقات الأساسية، لا سيما فيما يتعلق ببرنامجها الحكومي المتصل طبعا حينما نتحدث عن مشروع قانون المالية للعام المقبل؟ طبعا موضوع الانسجام موضوع أساسي، خاصة أنك لاحظت بأن عديد الوزراء المنتمون لهذه الحكومة الجديدة ينتمون أصلا إلى مجلس الشيوخ، وأنت تعرف بأن مجلس الشيوخ الفرنسي أغلبيته أغلبية يمينية، فبالتالي هذا قد يساعد أكثر على الانسجام الداخلي. ولكن بطبيعة الحال الانسجام الداخلي داخل الحكومة ومن حيث يعني التكامل الإيديولوجي نسبيا بين اليمينية والماكرونية لا يمكن بحال من الأحوال أن يساعدنا على التخطيط ما سوف يشهده البرلمان الفرنسي في القادم من الأيام. بكل تأكيد وقد أعلن منذ بداية اليسار الفرنسي أنه سيعتمد على ما يسمى بملتمس الرقابة أو حجب الثقة، بكل تأكيد أن النقاشات ستكون صريحة على مشاريع القوانين، والرئيس الوزراء سيبحث عما يسمى بالصيغ التوفيقية نصا، ونحن لسنا في مأمن بطبيعة الحال بعد إلقائه بخطاب السياسة العامة من أن تتصدع بعض الجدران وبعض الخيوط نقول داخل البرلمان الفرنسي على أساس الموافقة وعدم الموافقة. هل الآن سيد بيير لوي ريمون، هل الآن خرج الرئيس إيمانويل ماكرون من منطقة المخاطر الدستورية بهذه الخطوة، أنه إخراج حكومة من الوسط من اليمين بهذه التشكيلة بهذه التوجهات، هل خرج بالفعل هو كرئيس من منطقة المخاطر الدستورية؟ في الحقيقة لم يكن أمام المخاطر الدستورية، لأن ما قام به أصلا دستوريا لا يمكن أن يختلف عليه اثنان. لم يخرج من مقاطع مساءلة الشعب، أنا أعتقد هذه هي المسألة الأساسية. أنا لا أتوقع استقالة من الرئيس الفرنسي مهما كان الحال، إذا كان سؤالك ربما أيضا يذهب في هذا. أنا سؤالي في الواقع يذهب في اتجاه هل الحكومة بالفعل قادرة في الامتحانات العسيرة على تدبير تصويت الجمعية العمومية بالشكل الذي يسمح لها أن تشتغل بأريحية إلى جانب الرئيس، وبالتالي تجنب الرئيس لنقل متاعب يعني تدبير لنقل الجوانب السياسية بتداعياتها كلها؟ هذا الذي هذا في الواقع سيتوقف على مدى انسجام توجهات الحكومة الجديدة مع مطالب الناخبين. عندما تتحدث مثلا وتسمع برونو روتايو وزير الداخلية الجديد يتحدث بطريقة بلاغية أن أولوياته هي أولا النظام، ثانيا النظام، وثالثا النظام، طبعا هو يحاول بمثل هذه الطريقة دغدغة مشاريع يعني ناخبي اليمين الفرنسي المتطرف. مثلا عندما يتحدث ميشيل باردي نفسه عن كونه سيسن سياسة ضريبية عادلة أكثر وسيعتمد فيها على الشرائح الأكثر ثراء وليس على الطبقات الوسطى، هذا أيضا محاولة لاستمالة لنقول اليسار. لا يتناقض ذلك مع الماكرونية في حد ذاتها؟ يعني الماكرونية في حد ذاتها سوف تحتاج إلى مراجعة ذاتية، وأعتقد بأنها بدأت. لهذا أنا أعتقد بأن مثل هذه الحكومة من الممكن أن تستمر على أساس أن كون تجمع سياسي واحد يلتمس ملتمس الرقابة لن يكفي لإسقاط الحكومة، فبالتالي كما يقول الإنجليز ويتنسي وسنرى ما هي النتيجة، فلننتظر ولنشاهد ولنراقب. تمام، إذا كان الأمر كذلك، أين يكمن نقطة التحول بالنسبة للمواطنين الفرنسي للمجتمع الفرنسي بهذه الحكومة؟ إلى أين تتجه الأمور؟ هل بالفعل هناك قطائع معينة فيما يتعلق بالسياسة العامة لتدبير البلد؟ أعتقد أن التحول الذي بدأنا نستشعره هو تحول نحو القيم التقليدية لليمين. أنت ترى بأن مجموعة من الوزراء الذين دخلوا هذه الحكومة
فيما مضى اتخذوا مواقف متشددة جدا. برونو ريتايو فيما مضى كان من أشد المعارضين للهجرة في حد ذاتها، وكان ينتمي إلى ما يسمى إلى توجه السياديين. مثلا لورانس غارني أيضا كانت قد عرضت ما يسمى بالزواج الجميع وزواج المثنيين. فبالتالي يعني أن هذا الاتجاه المحافظ، الرهان الأكبر هو ما إذا كان سيتمكن من قطع الطريق أمام اليمين المتطرف. أعتقد أن هذا هو الرهان الأكبر. شكرا جزيلا لكم الأستاذ بيير لوي غيمون، الأستاذ الباحث والأكاديمية الفرنسية الإعلامية المتخصص في الشؤون الفرنسية والدولية، على كل هذه التوضيحات من ليون.